طول عمرك نمبر 1، فاحنا نروح فقره والله انا مش طول عمري نمبر 1 بجتهد، الواحد بيحاول لا يعني. لا طول عمرك ازاي نروح لفقره نمبر 1. افضل حارس في تاريخ الاهلي غير نادر السيد طبعا. لا نادر السيد ما يتحسبش، لا خرجك بره. الحضري طبعا، الحضري الحضري طبعا. حارس ظلم مع المنتخب بسبب تالق الحضري، عبد الواحد السيد، محمد صبحي، حارس اخر. احمد شناوي. افضل حارس هذا الموسم خارج الاهلي والزمالك. ابو سعود. على ذكر الحراس الموسم دوت، احمد ميهوب وتوقيع النادي الزمالك هيفيد نادي الزمالك؟ انا شفته ماتش او ماتشين الحقيقه، ما احكمش عليه قوي قوي قوي، بس اعتقد يعني لو راح الزمالك لسه محتاج شويه على بال ما يعني مش ده يعني في حاله انتقاله محتاج لسه شويه. افضل حارس محترف في تاريخ الدوري المصري في الثلاثة، عبد القادر البرازي، ايوه المغربي، بيل انطوان المقاولون، كاميني حرس الحدود. لا بيل انطوان اكيد طبعا. افضل مدرب حراس في تاريخ مصر، احمد سليمان، فكري صالح، حسن مختار. يعني كل واحد ليه فتراته، انما شايف حسن مختار يعني من المدربين الكبار قوي. افضل حارس في العالم اخر 20 سنة في الثلاثة، كاسياس. افضل حارس في العالم حاليا غير احمد نادر السيد كورتوا. لا تتوقع تألقه مع المنتخب الاولمبي بامم افريقيا؟ حسام عبد المجيد. افضل لاعب في جيل 98؟ حسام حسن. اكيد حسن اسطوره طبعاً كبيره جدا طبعا. يعني احنا كلنا طبعاً كلنا كنا يعني فرحانين وفخورين جدا ان احنا بنلعب مع حسام. انا شخصيا انا يعني حسام حسن بالنسبه لي يعني حاجه كبيره جدا جدا. ما هو بالنسبه لمصر كلها، لا وبالنسبه لي انا كلاعب وانا بلعب جوه الملعب. انت زميلته طبعا. لا مش قصدي انا وانا بلعب يعني انا بجد والله يعني وانا واقف في الماتش انا بيكون عندي الدوافع ان انا ما يجيش جول فيا، عشان انا عارف ان حسام هيجيب جول. يعني بوجود حسام فاهم، انا مطمن ان هو هيجيب جول. لا هو حسام اسطوره ما تتكررش يعني. بالظبط. كابتن نادر شرفتنا ونورتنا ودايما بتنورنا. حبيبي حبيبي، شكرا. ربنا يخليك. بشكر طبعا النجم الكبير كابتن نادر السيد.